السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن أسهل طريقة لتسريع الهاتف أو الموبايل الأندرويد، طبعا بدون عمل روت أو بدون عمل أي برامج أو تنزيل أي برامج عليه. هو فقط عن طريق خفض الأنيميشن أو إلغاء الأنيميشن اللي موجودة على واجهة الشاومي أو واجهة الأندرويد بصفة عامة، من أول الأندرويد 4 لحد أندرويد 11 أو أندرويد MIUI اللي هو 12 كمان. هنخش بقى على الشرح على طول. احنا كده الانيميشن الاول معناها اللي هو السرعه دي، السرعه بتاعت الاوبشن دي كده، سرعه الاوبشن دي كده، دي الانيميشن اللي انا قصدي عليها. في تليفونات بتبقى عندها الطلعه دي بتبقى طالعه بطيئه كده، نازله بطيئه كده، وتهنيك طبعا ولاج موجود في التليفون. هندخل بقى على طول على ايه، على الشرح العملي. هنيجي هنا كده، هندخل على اباوت فون هنا كده، ام اي يو اي فيرجن. طبعا لو الموبايل بتاعك مش شاومي هيبقى اي حاجه ثانيه غيره. هتيجي على وضع المطور هنا كده اللي هو ام اي يو اي فيرجن، هفضل اضغط عليه كده ثلاث مرات ورا بعض وثلاث مرات ورا بعض بالتوالي كده كده. طبعا عشان انا عاملها قبل كده فبيقول لي يو نيد يو ار اوريدي ديفلوبر. ده وضع المطور او وضع المطورين البرامج يعني. مجرد ما بيوصل للوضع ده كده ببدا ارجع باك، ادخل هنا كده على اديشنال سيتنج او معلومات اضافيه، بنزل تحت خالص بلاقي هنا ايقونه ظهرت لي جديده اللي هي ديفلوبر اوبشن او اوضاع المطور. بنزل تحت بفضل نازل كده لتحت لحد ما اوصل لكلمه انيميشن او ايماءات، لو باللغه العربيه هيبقى ايماءات. هنا الانيميشن، هنا اللي هم الثلاثه دول ويندوز انيميشن سكيل وترانزيشن انيميشن سكيل وانيميتور ديوريشن سكيل. هنا دول انا عاملهم طبعا معملهم لغيم الاول، هم كانوا اصلا على المفروض واحد هنا كده. ده الوضع الطبيعي بتاعهم. بص حضرتك كده لو جيت تبص على الاوبشن، بص كده هتلاقي الاوبشن طالع بطيء نازل بطيء، هتلاقي اللاج بتاع التليفون نفسه داخل بطيء. اضغط على اي ايقونه هنا كده تدخل لي بطيئه وترجع بطيئه. احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنرجع على دي كده، هنعملها على نص ودي على نص ودي على نص، اللي هو نص اكس اللي هو نص ثانيه يعني. ده بيخلي السرعه ازيد شويه او بيبان قدام حضرتك ان السرعه ازيد شويه، وبيخفف الضغط من على رامات التليفون او على رامات الموبايل بالطريقه اللي احنا عملناها دي. طبعا انا بالنسبه لي الاوبشن او الايماءات اللي زي دي كده ما بتلزمنيش في حاجه، انا كل اللي انا عايزه سرعه التليفون نفسه، فانا بعمل دي كلها على انيميشن اوف وهنا ترانزيشن اوف وهنا انيميشن اوف. ده الوضع الاسرع بالنسبه لي او الوضع الاسهل بالنسبه لي. هتبص حضرتك هتلاقي هنا كده التليفون بقى اسرع، الاوبشن بتاعه بقى اسرع بكتير، طبعا دخوله بقى اسرع وخروجه هنا بقى اسرع جدا في المعامله بتاعته او في التنقل ما بين الصفحه الويندوز بتاعته. ده جزء بسيط حبينا نشرح فيه ازاي تسرع الهاتف بتاعك او تسرع الموبايل بتاعك بدون طبعا اي عمل روت، لان الروت بيأثر على سعر الهاتف عند البيع، وبدون اي برامج تتقل الجهاز او تعمل له اي مشاكل يعني. ده بيبقى موجود في اوبشن الجهاز نفسه، بس طبعا وضع المطور مش اي حد بيشتغل عليه، فاللي بنقوله في الشغل عليه او في اللعب في الجزئيه اللي زي كده بيبقى بتلتزم باللي احنا بنعمله بالظبط، لان اي حاجه ثانيه بتعملها مختلفه او مخالفه للي احنا بنعمله بتعمل طبعا مشكله في الاوبشن بتاع التليفون، وممكن تعمل مشكله في نسخه الويندوز او الميو اي اللي موجوده على الهاتف الشاومي اصلا. لحد كده يكون انتهينا من الفيديو بتاعنا. نشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.